English الصف الثالث الترم الأول Unit 5. يلا نكمل مع بعض Unit 5 مع قناة طيور الجنة التعليمية. ما تنسوش قبل ما نبدأ لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي هناخد Math. Math حصة الحساب. يلا نشوف حصة الحساب جايبة لنا ايه. شطار، ديت سيركل دايرة هيت بتشكل نص مقسومة نصين، يبقى النص ده اسمه ايه بالانجليش؟ اسمه هاف. هاف ا هاف، يبقى النص اسمه ايه؟ ا هاف. ال سايلنت مش بننطقها. ا هاف ا هاف يعني 1 ديفايدد 2 يعني نص اسمه ا هاف، بيبقى شكله كده بالحساب لكن مكتوب بالحروف اسمه ا هاف. طيب طب دي مقسومة، الدايرة مقسومة كام؟ صح 4، 1 2 3 4، يبقى 1 وتحت مكتوب ايه؟ 4. طيب ال 4 ده الربع ده اسمه ايه بالانجلش؟ اسمه ا فورس. ا فورس، يبقى الربع اسمه ايه بالانجلش؟ فورس. كل واحد من دولت اسمه فورس، يبقى ده اسمه ا فورس ا فورس ا فورس ا فورس. طيب امال ده اسمه ايه؟ الثلث او التلت. التلت اسمه ايه؟ ا ثيرد ا ثيرد ا ثيرد يعني التلت، يعني كل واحده من دول اسمها ا ثيرد. طيب امال الخمس بقى اسمه ايه؟ الخمس ده يعني متقسمه خمس قطع قد بعض. الخمس اسمه ا فيفث ا فيفث ا فيفث يعني خمس. طيب هابي ايرث، يعني ايه هابي ايرث؟ يعني كوكب الارض سعيد. امتى يكون كوكب الارض سعيد او فرحان؟ لما نعمل ايه؟ لما نعمل بلانتنج. بلانتنج بلانتنج يعني زراعه، لما نزرع، لما نزرع ورود واشجار وحاجات. بلانتنج البلانتنج ده هيخلي الكوكب بتاعنا هابي ايرث. طيب وايه كمان؟ لما نعمل ريسايكلينج. ريسايكلينج ريسايكلينج يعني إعادة تدوير أو إعادة تصنيع، يعني نلم الزبالة ونعمل لها إعادة تصنيع، نعمل لها ريسايكلينج، يبقى ده هيخلي الكوكب بتاعنا هابي إيرث. طيب إيه كمان؟ لما نعمل سورتينج تراش. سورتينج تراش sorting trash يعني نعيد ترتيب او نرتب القمامة، يعني نرتبها، يعني نخلي الجلاس الازاز لوحده، ونخلي البلاستيك اللي هو البلاستيك لوحده، ونخلي البيبر اللي هو الورق لوحده. ده sorting trash هيخلي الكوكب بتاعنا happy airs. طيب وايه كمان؟ لما نعمل reusing. reusing reusing يعني ايه reusing؟ يعني إعادة استخدام، يعني ممكن نصنع من القمامة لما نعيد استخدامها تاني أو نعيد تصنيعها، ممكن نعمل منها شنط، ممكن نعمل منها جزم، فده اسمه reusing بنعيد استخدامها تاني. طيب وممكن نعمل إيه كمان؟ riding a bike. riding a bike يعني نركب الدراجة. ليه نركب الدراجة؟ بيساعد الكوكب إن هو يكون happy earth. إزاي؟ يبقى happy earth عشان الدراجة مش بتطلع الدخان اللي بيبقى في العربيات. طيب امتى يكون unhappy earth؟ unhappy earth يعني كوكب غير سعيد لما يكون في ايه؟ polluting river. polluting river يعني النهر ملوث. وفي ايه كمان؟ لما يبقى في polluting cities. polluting cities يعني المدن ملوثة. وفي ايه كمان؟ go by car، لما نمشي بالعربية والعربية بتطلع دخان كده، يبقى ده بيخلي الكوكب unhappy earth مش مبسوط. طيب الفونكس بقى مع بعض. أول حاجة في الفونكس فوتو فوتو فوتو، البي مع الاتش فيه ساوند. فوتو فوتو يعني صورة. طيب في ايه كمان؟ إليفانت إليفانت إليفانت. في ايه كمان؟ وايت دبليو مع الاتش و و وايت 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 يعني اللون ابيض. وفي ايه كمان؟ وول 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 يعني حوت. في ايه كمان؟ وين وين يعني متى، امتى يعني وين. كده احنا خلصنا. طب سؤال الهوم وورك،
الشكل ده بيمثل ايه يا سنة تالتة؟ هتكتبوا لي اسم الشكل ده في التعليقات وهشوف مين شاطر هيكتبه صح. شكرا ليكم، كنتم مع قناة طيور الجنة التعليمية. متنسوش لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.